أكتر مسلسل كنت متحمس له دراميا في رمضان 2022 مسلسل جزيرة غمام، فهل يا ترى على قرب النهاية خلاص؟ وإن أنا الحلقة دي وصلت للحلقة 24 ففاضل كده 6 حلقات، فالمسلسل من الآخر على وشك الانتهاء، فهل يا ترى المسلسل وصل على نفس سقف الطموحات اللي أنا كنت حاططها ليه؟ ولا المسلسل نسخة مكررة من مسلسل القاهرة كابول اللي نزل السنة اللي فاتت؟ أو القاهرة كابول عشان ناس كتيرة بتقول كده أو كده. كل ده هنتكلم عليه في الحلقة دي وانا واصل لحد الحلقة الـ 24، فانت لو انت لسه ما شفتش لحد الـ 24 فانا هحرق براحتي. بس قبل ما ابتدي الحلقة بقى طبعا بتوع افلام اطلب بقى لايكات كتير جدا 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 وشير وسبسكرايب للشانل لو اول مرة بعد اذنك، وطبعا عايزكم تشتركوا على انستجرام بيج وفيسبوك بيج، دوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقة اول باول، ويلا بينا نخش في الحلقة. اهلا مساء عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. مسلسل جزيره غمام زي ما انتم عارفين بتوع افلام في الحلقه دي والحلقه اللي فاتت والحلقه اللي قبليها كنت بكرر ان ده المسلسل بكل الكاست والمخرج والمؤلف بكله المفروض تشوف حاجه عالميه وحاجه جميله جدا. فهل انا شفت حاجه حلوه جدا تقعد تتفرج عليها وانت مبسوط كده من الاخر خلاص زي ما بقول لك او شكنا على النهايه؟ يعني مثلا القاهره كابول السنه اللي فاتت انا ما وصلتش لحد الحلقه ال 24 عموما. بحب اقول لك الاجابه على طول، مسلسل جزيرة غمام احب اقول لك صراحة كده اهو افضل مسلسل درامي في رمضان 2022، بمعنى اصح اكتر مسلسل يعتبر قصة اوريجينال للمؤلف عبد الرحيم كمال. يا شهاب ارجوك حط صورة الراجل صح، دي جزيرة غمام ها، على طول بتلخبط المخرج بمؤلف اهو، ده المؤلف عبد الرحيم كمال، احنا بنعتذر جدا. فكقصة درامية وقصة صعيدية في فترة 1917 ده يعتبر فعلا اكتر مسلسل درامي حلو في رمضان، فيه عناصر كتيرة جدا حلوة. مبدئيا طبعا نبتدي بالتصوير اللي اكتر من رائع طبعا بقيادة المخرج حسين المنباوي، اخيرا هي الصورة دي صح مع المخرج الصح. في نفس الوقت طبعا مدير التصوير اسلام عبد البديع، روعة يا جماعة، احلى كاميرا في رمضان، احلى مناظر في رمضان، احلى كادرات في رمضان، الصورة حلوة جدا جدا جدا. يعني في نفس الوقت احنا شفنا صورة حلوة وكادرات حلوة في مسلسل المشوار لمحمد رمضان في الاول، بس طبعا القصة ما كانتش قوية ودخلنا في مرحلة ملل ووصلت اللي هو ممكن خلاص زي ما قلت لك في حلقة المشوار حسنا هشوف ايه اللي هيحصل في الاخر خلاص بس انا وقفته. لكن الصورة مع محتوى حلو مع قصة جميلة مع مباريات تمثيلية طول المسلسل وابداع من كل ممثل خلاص انت كده يعتبر يعني انت كده مرضي بنسبة 80%. طبعا في نقطة اثارة وتشويق بتخليك تفضل متحمس للمسلسل كل يوم عن اللي بعده وكده، ممكن تكون ناقصة شوية ودي من السلبيات ونبقى نوصلها لما نوصل للسلبيات اللي هي قليلة جدا في المسلسل حتى الآن. نبتدي طبعا بأداء ممثلين يا جماعة، أحمد أمين أنا مش محتاج أتكلم كتير ومش محتاج أقول لكم أنا بحبه قد إيه ومش محتاج أقول لكم إن الراجل ده أنا شايفه ماشي في الطريق الصح جدا باختياراته. الناس كلها عرفت أحمد أمين ككوميديان خطير، كل الناس بتحب الكوميديا بتاعته. نفس الوقت آخر عملين ليه بيثبت لك إن هو ممثل من العيار الثقيل، وده فعلا يا جماعة أنتوا يعني مثلا من الحلقة التسعتاشر دي كانت يعتبر من الحلقات اللي كانت ترند بالنسبة لمسلسل جزيرة غمام بسبب جمال المناظرة اللي حصلت في المسلسل، المناظرة اللي كانت ما بين الشيخ عرفات والناحية التانية فتحي عبد الوهاب والفنان محمد جمعة. اللي بصوا يا جماعة من الاخر عشان كل واحد فعلا مثل حلو في المسلسل ده، مفيش حد خيش. الفنان محمد جمعة اداؤه التمثيلي في المشهد ده كان اكتر من رائع، الفنان فتحي عبد الوهاب والرزانة والشر اللي في العين بس وقد ايه هو اسود وحقود من جواه وغلاني، كل ده شايفه وموضحه لك جامد فتحي عبد الوهاب. الناحيه الثانيه احمد امين شخصيه الشيخ عرفات اللي قلت لكم يا ترى هل الشيخ عرفات ممكن يتحول الى شرير بقى وكده، ولقيت الكومنتات في الحلقه اللي فاتت اغلبيه بتوع افلام لا ابو حميد الشيخ عرفات ما يعملش كده، وفعلا كلنا زعلنا جدا من رد فعله مع الاطفال في الحلقه ال 23 بس لما نبقى نوصل لها. لكن في المناظره دي المونولوج وطريقه احمد امين وهو بيتكلم وسط الناس والكاميرا وادائه وعياطه في الاخر ونظره طارق لطفي من بعيد والفنانه مي عز الدين وهم بيتفرجوا عليه، وطبعا في النص الكبير رياض الخولي الغول الوحش اللي كل حلقه لازم انا بص مبسوط جدا في المسلسل ده بايه، ان الفنان رياض الخولي انا كان عندي احساس لو تفتكروا عند الحلقه السادسه او السابعه كان في بدايه غدر من محمود البزاوي وكنت قلقان ان ممكن يقتل رياض الخولي الكبير في اوائل الحلقات وما نشوفش رياض الخولي
شغلي لغاية دلوقتي. انا مبسوط جدا ان الراجل ده دوره كبير جدا في المسلسل، وعجبني ان هو بيطلع كتير وكل مشهد ليه بيبقى اكتر من رائع. طريق كلامه مع مراته الجديدة، طريق كلامه مع الشيخ عرفات او مع عرفات احمد امين او مع بنته او مع محمود البزاوي او مع اي حد، بيبقى فعلا ليه هيبة كده وتقيل قوي. اما خلال الفترة دي ما بين الحلقة اللي انا عملتها والحلقة دي، طبعا كان في اضافات تقيلة جدا في المسلسل. انا عجبني جدا اداء الفنان الشاب احمد ماجد، وخاصة في المشهد وهو بيتكلم مع الشيخ عرفات وهو عمال يسأله يا ترى ربنا هيقبل توبته ازاي، وازاي اعرف ان ربنا قبل التوبة دي مني. المشهد ده كان جميل جدا. وطبعا برضو اضافة الفنان الشاب احمد عبد الحميد اللي كان قايم بدور نجاح اكتر من رائع، ويعتبر اكتر مشهد برضو عجبني ليه المشهد اللي كان ما بينه وبين والدته الفنانة وفاء عامر، مشهد اللي كان فيه خناقة ده وفي الاخر زقها، كان عجبني المشهد ده جدا وانفعالاته. وطبعا شفنا الانتقام بتاع ربنا لما هو غرق، وفي نفس الوقت شفنا برضو ابن محمود البزاوي ان هو برضو توفى. فكل العوامل دي وكل العناصر دي للمسلسل. وطبعا في ناس اتضايقت ان انا ما جبت سيرة الفنانة وفاء عامر في الحلقة اللي فاتت. انا كنت عارف طبعا الفنانة الكبيرة وفاء عامر كانت موجودة في الحلقات اللي فاتت، بس كان دورها غير مؤثر قوي. لكن في خلال الحلقتين اللي انا عملتهم خلال يعني الحلقة اللي فاتت والحلقة دي، طبعا دورها كبر شوية وابتديت اشوفها اكتر، بس لغاية دلوقتي برضو بتوع افلام مش اقوى ادوار وفاء عامر يعني بيني وبينكم. ممكن تأثيرها على رياض الخولي والمشاهد اللي بتجمعها بينهم، وفي نفس الوقت مشاهدها مع الفنانة مي عز الدين اللي عجبني جدا، وعجبني تغيير الجلد تماما. فنانة مي عز الدين طالما جبنا سيرتها يا جماعة، دور العيقة هو مكتوب عليها، واعتقد مفيش حد ممكن يقوم بالدور ده اجمل من كده او احسن من كده الصراحة. وتغيير جلدها تماما والمشاركة في هذا العمل حاجة حلوة قوي الصراحة. وطبعا السحر الجميل في مشاهدها ما بينها وما بين الفنان احمد امين حاجة جميلة جدا الصراحة يا جماعة. وطبعا ننتقل طالما جبنا سيرة العيقة، نتكلم عن خلدون طارق لطفي الشيطان الرجيم. يعني ايه شر بدون انفعالات وبدون تبريق واعمل لك كده والحركات دي؟ خلدون ممكن يكون عنده تبريقه او لمعه عين كده مع ابتسامه وضحكه. احنا شفنا يا جماعه، انا كنت بتكلم في الحلقه اللي فاتت قد ايه هو شرير، احنا شفنا قد ايه هو شرير اكتر والفتنه اللي دخلها جوه البلد. انت ركزوا كده من بعيد، اطلع فوق كده ركز، هو فيروس دخل كده ما بين اهل جزيره غمام وعمال اسامها جدا. وطبعا في رمزيات كتير جدا في المسلسل ده من هنا للصبح. عندك ممكن ناس كتير جدا تشبه لك مليون حاجه، وشفت بوستات كتيره جدا. يعني مثلا في ناس قالوا مثلا رمزيا ان الشيخ عرفات ده سيدنا المسيح لانه كان بيشتغل في الخشب وهيخلص جزيره امام في الاخر من خلدون الشيطان في اخر الحلقه مثلا. وطبعا شفنا رمزيات كتير مثلا زي السور اللي في النص ده اللي قسم اهل جزيره غمام لناس هنا وناس هنا. دي طبعا رمزيات ممكن تحطها في حاجات كتير جدا جدا يعني. فلازم ندي كريدت يا جماعة للمؤلف الكبير عبد الرحيم كمال ان هو عمل كامباك حلو قوي، والسنة اللي على طول اللي بعد القاهرة كابل، فدي حاجة تشكر له الصراحة. ومن ضمن المباريات التمثيلية الرائعة في المسلسل برضو يا جماعة، عشان كده قلت لك في الاول مفيش حد ما ابدعش في المسلسل ده كتمثيل، والمسلسل مليان مباريات تمثيلية، كل واحد ليه مشهد مع التاني اكتر من رائع، وده كنا نتمناه في القاهرة كابل وحصل في حلقة واحدة بس اللي هي الحلقة الرابعة لو تفتكروا، كانت عاجبة كل الناس في مصر لما نزلت السنة اللي فاتت. لكن المسلسل ده بقى علم الموضوع ده، كل شوية تلاقي مشهد ومشهد ومشهد ومشهد. وطبعا اللي انا بذكره دلوقتي الفنان محمود البزاوي يا جماعة، الفنان الكبير محمود البزاوي يعني كان بيمثل بعينه في المسلسل ده، وشفنا اغلبية المشاهد اللي انا بتكلم عليها دي اللي كان فيها مباريات هو وطارق لطفي خلدون. وبنشوف لما خلدون بيحاول يغيظه شوية بالعجمي طبعا او الكبير رياض الخولي انك انت ما تقدرش عليه وبتاع، شوف نظرة عين محمود بيقول لا انا هقدر، عينه فيها غل كده من عجمي وقد ايه هو شايل منه. فزي ما بقول لك مباريات تمثيليه رائعه وفنانين كبار وكلهم جامدين الصراحه. واخر ايجابيه انهي بيها يا جماعه بالنسبه لي شادي مؤنس الموسيقى التصويريه، بالرغم ان هي مكرره كتير وممكن تكون يعتبر هي تيمه او تيمتين، بس انا عجباني حتى لما بتتكرر انا ما عنديش اي مانع، بيبقى انت فاكر الموسيقى جدا والقانون كده والقانون اللي شغال. في ناس ممكن تعترض على الموضوع ده على فكره، في ناس ممكن تديها اللي هو لا
كفايه بقى الموسيقى دي اهدوا شويه يعني. بس انا من الناس اللي عجبهم جدا والموسيقى التصويريه اكتر من رائعه، وعوده طبعا المطرب الكبير علي الحجار لغناء التتر، يعني حاجه مكتمله الاركان كمسلسل صعيد. سلبيات بقى ابو حميد، سلبيات ايه؟ المسلسل كان محتاج يتضاف عليه شطه وملح كده تسرع الايقاع شويه، يعني المسلسل ده كان ممكن يبقى 20 حلقه 15 حلقه. مش بقول لك ان في النص في مط وتطويل، في مط وتطويل، ده الطبيعي بتاع ال 30 حلقه. احنا غالبا البلد الوحيده اللي في العالم بنعمل لغايه دلوقتي 30 حلقه، وانا زهقت الموضوع ده واتكلمت في الموضوع ده من 2019 والحمد لله الموضوع جاب اثر رجعي، و2020 عمل مسلسلات اكتر بكتير من السنه دي كام 15 حلقه، انما السنه دي رجعنا تاني لل 30 حلقه عشان نجيب اعلانات اكتر، وال 30 حلقه يعدوا 30 يوم رمضان، والفنان يبقى لازم 30، لازم الموضوع ده يتغير يا جماعه، لازم الموضوع ده يتغير. اما انا بتكلم في جزئيه جزيره غمام في نقطه ان كان ممكن يضاف اثاره وتشويق زياده عن اللزوم كمسلسل رمضاني، لان المسلسل ده مش بيتعرض بره رمضان. مسلسلات رمضان لازم يبقى فيها شطه كده، حاجه تليق بجمهور العريض بتاع مسلسلات رمضان، لان زي ما بقول لك المسلسل ده انا عاجبني جدا وعاجبني الايقاع ده ومش متضايق منه، بس المسلسل ده هيبقى مش لكل الناس. اعرف ناس كثيره جدا ارتستيك جدا حتى وبيحبوا وبتاع، بس جم عند بعد 3 حلقات لا انا هشوف المسلسل ده بعد رمضان مش قادر دلوقتي. اما الحاجه الثانيه بالنسبه لي، لما شفنا طبعا عرفات لما عدى من السور هو والاطفال، المسلسل اساسا خيالي، جزيره غمام وكل الكلام ده معاك، وفي الاول انتوا كاتبين المسلسل ده خيالي وملوش علاقه بالواقع والكلام ده ماشي، بس تعدينا الموضوع ده شويه بفكره ان هو عدى بقى من السور هو والاطفال وكده، يعني مش عارف حاسس ان الموضوع دخل في سحر وكده، مش عاجبني الجو ده. ممكن يعجب ناس كتير بس انا من الناس اللي مش عاجبها المشهد ده، او حسيت المشهد ده اللي هو لا بلاش خلينا كده، كنا ماشيين في حتة كويسة اكتر، بس خلاص يعني مش عارف هيحصل حاجة تانية كده ولا لا، هنشوف كده كده. اما طبعا المشهد اللي ضايق الناس دي مش في السلبيات يعني، بس الواحد كان متضايق جدا في الحلقة 23 لما احمد امين كان داخل على الاطفال وقال لهم اتأخرتوا ليه، واحد جه يمسك الجلباب بتاعه اللي خلدون الدهوله ده قال له ايه ايدك وسخة وبتاع يا، بس المشهد ده يثبت لك قد ايه احمد امين عرف يوصلك لمرحلة اللي هو انت بتحبه جدا وشايفه في حتة تانية خالص، بس كسرك جدا وألمك جدا لما عامل الأطفال بالطريقة دي. بس انبسطت قوي في الحلقة الـ 24 اللي هي آخر حلقة أنا شفتها قد إيه كان ندم على الحركة دي، وقد إيه الموضوع ضايقه نفسيا قوي قوي قوي، زي ما إحنا شفنا في المشهد بتاعه قد إيه حس بتأنيب ضمير غير طبيعي، وانبسطنا جدا وحسينا كده بإيه اللي هو أيوه كده عرفات ارجع ارجع كده في إيه الحاجة إيه اللي غرق. وبس ده اللي أنا أقدر أقوله لكم يا بتوع أفلام على مسلسل جزيرة غمام حتى الآن، بس طبعا أتوقع النهائي او ايه اللي حصل في النهايه هتبقى في الحلقه اللي هي بتاعه الافضل والأسوأ في رمضان اللي احنا بننتظرها من السنه للسنه، انتظروها باذن الله، وغالبا غالبا دي اخر حلقه رمضانيه قبل الحلقه بتاعه الافضل والأسوأ اللي هي بتنزل اول يوم العيد، وان شاء الله تعجبكم جدا. ولو انت لسه جديد في الشانل فالحلقه دي بتبقى ملخص كل حاجه حصلت في رمضان، الافضل والأسوأ كمسلسلات كممثلات وكممثلين وكاعلانات وككل حاجه، بتبقى الحلقه المنتظره بتاعه كل سنه، فانتظرها باذن الله. لكن لو في حاجه في النص كده حاجه رمضانيه تستدعي ان انا اعملها في النص في خلال الثلاث ايام دول هحاول اعملها، لكن لو حاجه بره رمضان حاجه افلام العيد تريلر او اي حاجه، سمعت ان تريلر احمد السقا هينزل يا النهارده او بكره، لو كده هتلاقوا الحلقه دي برده هتنزل في نفس اليوم باذن الله نفس يوم التريلر. فاتمنى في نهايه الحلقه بتوع افلام سؤال الحلقه المهم طبعا اول حاجه، هل انتوا راضين باداء في رمضان ولا ايه الكلام؟ مبسوطين؟ اهم حاجه متكيفين كده، اهم حاجه بتوع افلام يبقوا مبسوطين وراضين وابقى عند حسن ظنكم على طول باذن الله، يعني يا رب يا رب يا رب. تاني حاجة السؤال بمناسبة الحلقة، هل يا ترى عرفات هيتغلب على خلدون ولا العكس خلدون الشر هو اللي هينتصر على الخير في الآخر؟ كده كده هنشوف وكده كده هنفهم ليه في الآخر الجزيرة دي جزيرة غمام هتتحول اسمها ليه جزيرة ولاد عرفات، هنعرف كل ده في الحلقة الأخيرة بإذن الله أو في خلال الحلقات اللي جاية كده كده. وأتمنى في نهاية الحلقة بتوع أفلام أتمنى طبعا تظبطوني لايكات كتير جدا 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 وشير وسبسكرايب للشانل لو أول مرة، بعد إذنك اشترك كده على طول لا يعني ده بعد إذنك يعني. وطبعا عايزكم تشتركوا على انستجرام بيج وفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكوا الحلقة أول بأول، وأحلى مسا عليكم.